إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. اليوم إن شاء الله راح نديروا الشعر السياسي. الشعر السياسي راح نديروا النزعة القومية، ولا راح نديروا القضية العربية، ولا قضية الوحدة العربية. كما كنا قد تحدثنا سابقا، قلنا بأن الشعر السياسي، لما نتحدث عن الشعر السياسي نحن نتحدث على إحدى القضيتين، نتحدث عن قضية الجزائرية أو القضية الفلسطينية. صح، نقدر نهضر على القضية الفلسطينية ونهضر على القضية الجزائرية. هل هناك قضايا أخرى قادرة تجينا في الشعر السياسي أم لا؟ هل من المعقول، هل من الممكن أنها قادرة تجينا قضايا أخرى في الشعر السياسي أم لا؟ ما يمكنش، ولكن في بعض الأحيان قادر يخرج لي عن المألوف، لأننا نحن في الحقيقة قرينا قضية الفلسطينية وقرينا قضية الجزائرية في الكتاب المدرسي وفي المقرر المدرسي، ولكن قادر يديرنا قضية لبنانية مثلا، قضية الحرب الأهلية في بيروت، ولا قضية الحرب الأهلية في لبنان اللي جت في البكالوريا، وبالتالي قادر يخرج لي على هذه القضيتين ويحكي لي على استبداد الحكام العرب. معناها ربما نتعامل مع نزار قباني، نزار قباني في غالب الأحيان أو في أكثرية الأحيان راح يتحدثنا على ماذا؟ على استبداد الحكام العرب. استبداد الحكام العرب يجمع وش معناه؟ معناها خارج هذه القضيتين، كان يتحدث عن القضية الفلسطينية ما كانش استبداد الحكام، كان يتحدث عن القضية الجزائرية ما كانش استبداد الحكام. استبداد الحكام يدخل في قضية أخرى ما تحدثناش عليها هنا، ربما جي خارج على نطاق الشعر السياسي هذا اللي تحدثنا عليه. إذن صلوا على رسول الله. إذن اليوم إن شاء الله راح نحلوا هذه القصيدة، ولكن قبل ما نحلوا القصيدة نديروا مراجعة خفيفة جدا، ولا مراجعة سريعة للشعر السياسي. الشعر السياسي ما هي نزعاته؟ ما هي نزعاته؟ أول حاجة لازم نعرف بأن الشعر السياسي عنده مجموعة من النزعات. وش قلنا؟ عندنا نزعة تحررية، وهي الدعوة إلى التحرر من قيود الاستعمار. كيف نعرفوها؟ نعرفوها عن طريق أفعال الأمر، تعود كاين أفعال الأمر بزاف. نعرفوها عن طريق الفاظ العنيفة، نعرفوها عن طريق الفاظ التي تدل على ماذا؟ تدل على الحرب والثورة وغير ذلك. عندنا نزعة أخرى وهي نزعة مهمة جدا نجدها في القضية الفلسطينية، وهي النزعة ماذا؟ القومية. النزعة القومية، هل النزعة القومية معناها الشاعر يتحدث على وطن آخر فقط؟ هل هذا هو، هل هذه هي النزعة القومية، أنه الشاعر يتحدث على وطن آخر؟ لا، مش هذه النزعة القومية. النزعة القومية هي إحساس الشاعر بالانتماء للبيت العربي، هي حلم الشعراء بالوحدة العربية. معناها حلم الشعراء أنها تكون كائنة وحدة عربية. كيفاش يعبروا على هذا الحلم؟ عن طريق بعض الألفاظ ولا الليزانديس لانغويستيك اللي تظهر في النص، مثلا عقيدتنا في الورى وحدة، كلمة الوحدة، وأسمى العقائد وحدانية، كلمة الوحدانية، تلك العروبة إن تثر أعصابه، كلمة العروبة. ما تفهمين؟ إذن اللسان العربي، العروبة، الوحدة، يتحدث الشاعر عن وطن آخر. معنى لفات الشاعر أنه يتحدث على وطن آخر، راه إحساسه بأنه ينتمي إلى ذلك الوطن أيضا. معنى ما تقولش أنت يا قال النزعة القومية، ما النزعة الموجودة في النص؟ وضحها. تقولوا النزعة الموجودة في النص هي النزعة القومية. كيفاش نوضحها؟ تقولوا لأن الشاعر يتحدث على وطن آخر. لا، خطأ، مش هذه هي. لو أنت كي تقول راه يتحدث على وطن آخر، معناها وقعت في مشكلة أنا. معنى فكر في كلمة آخر، كلمة آخر معناها مش وطن تاعه، هذا أصلا هو مشكل في حد ذاته. وبالتالي لا، النزعة القومية كيف تظهر؟ ولا نوضحها، وتظهر من خلال حديث الشاعر ولا انتماء الشاعر للبيت العربي أو إحساسه بالوحدة العربية وتمثيله للقضايا العربية. هذه فهمتوا الفكرة؟ فهمتوا عفوا. إذن النزعة التحررية، النزعة القومية، والنزعة الوطنية، هنا راح نعالج واحد المشكلة راها صايرة للجماعة. أستاذ، حبيت نسقسيك سؤال، تفضل. أستاذ أنا ياك الشعر السياسي الوطني كتب أثناء الثورة، الشعر السياسي التحرري، عفوا، الشعر السياسي التحرري كتب أثناء الثورة، الشعر السياسي الوطني كتب بعد الثورة. أنت شكون قال لك كتب بعد الثورة ولا قبل؟ شي ذي الكلام هذا؟ كيف راح تعرف أنت بلي كتب بعد الثورة؟ هل يكتب كتبت هذه القصيدة سنة 1962؟ هذا وطني. كتبت سنة 1974؟ هذا وطني. كتبت سنة 1958؟ هذا تحرري. لا، مش هذا هو الضابط. الضابط هو اتباع الموضوع في حد ذاته. هل الشاعر يتغنى بأمجاد وطنه؟ مثلا يقول مفدي زكريا الجزائر: يا لحكاية حبي، ويا من حملت السلام لقلبي، فلولا جمالك ما صح ديني، وما إن عرفت الطريق لربي، ولولا العقيدة تملأ قلبي.
لما كنت أؤمن إلا بشعبي. هذا شعر سياسي وطني ولا تحرري؟ لا، هذا وطني، كيف عرفنا وطني؟ ما فيهش ألفاظ عنيفة، ما فيهش دعوة إلى التحرر، ما فيهش دعوة إلى كذا. الشعر السياسي التحرري واضح فيه دعوة إلى التحرر، فيه أفعال أمر، فيه ألفاظ عنيفة، متفهمين؟ مثلا هذا نوفمبر قم وحي المدفع واذكر جهادك والسنين الأربعة واقرأ كتابك للأنام مفصلة تقرأ به الدنيا الحديث الأروعة وقل الجزائر والصغي إن ذكر اسمها تجد الجبابر ساجدين وركعا. هذا شعر سياسي تحرري فيه دعوة إلى التحرر، فيه إيقاظ للهمم. يقول لي أستاذ كيف دعوة إلى التحرر؟ ما قالوش يلا نتحرر، قال له قم وحي المدفع. هو تحيي المدفع واش ديروا المدفع؟ واش يديروا به الناس؟ يلعبوا به جوي ولا كيف؟ فهمت المسألة ما فهمتوهاش. وبالتالي هناك الفرق بين الوطني والتحرري ليس في حقبة زمنية. قادر في الثورة يكتب لك شعر سياسي وطني ليذكر الناس بأمجادهم، قادر بعد الثورة يكتب لك شعر سياسي تحرري ليذكر بأن التحرر مطلب وأن التحرر لا نتخلى عنه قبل وبعده. فهمت المسألة متواجه؟ صح، لأننا في حاجة إلى التحرر الفكري أكثر من حاجة إلى التحرر الجسدي. فهمت المسألة متواجه؟ إذن عدنا نزعة أخرى وهي نزعة ماذا؟ نزعة دينية. ممتاز. لمن؟ هذا للشاعر مفدي زكريا. وكنا قد تحدثنا، قلنا بأن مفدي زكريا متشبع بالثقافة الإسلامية، متفاهمين؟ متشبع بماذا؟ بالثقافة الإسلامية. وبالتالي مفدي زكريا وظف الكثير من الألفاظ الدينية. صح، لما الشاعر يوظف ألفاظ دينية وش نسموها؟ تناصر واقتباس. ركزوا معي، ما تسرعوش. تناصر واقتباس خردين. تناصر، كيف عرفتها؟ أنا قلت لك الشاعر، أنك تسرعت. ممتاز. إذا كان أستاذ الشاعر في العصر الحديث سموها ظاهرة التناص، إذا كان شاعر في العصور القديمة سموها ظاهرة الاقتباس. متفاهمين؟ صح، جميل. أستاذ حبيت نسقسيك سؤال، حق الاقتباس هو توظيف آية قرآنية، حق الاقتباس هو ماذا؟ توظيف آية قرآنية. والتناص توظيف، ليش نسموه تناص؟ تطور المصطلح يا جماعة، ركزوا معي. سيدنا يوسف عليه السلام لما رمي في البئر، رموه في البئر، يلتقطه بعضه السيارة، صح ولا لا؟ يجمع السيارة هذه، السيارة هذه وش معناها الآن؟ سيارة وش معناها؟ طوموبيل، سيارة، ها؟ فواتور. ما نقدروش نستعملوا السيارة للقافلة قديما هذيك. مثلا احنا اللي نديروها أصبحت اليوم الكمامة هذيك، الكمامة ولا الكمامة ولا البافات. الكمامة كانت بكري وتستعمل لماذا؟ للحيوان، حيوان. الآن الكمامة ولا الكمامة تستعمل الإنسان، وهذا فيه نوع من التطور اللغوي. معناها المصطلح تبدل، الحكاية تبدلت. فهمتوا؟ يعني لازم بدلوا اسمه. فهمتوا ما فهمتوش؟ وبالتالي نزعة دينية تلقوا مفدي زكريا وظفنا الكثير من الألفاظ الدينية كقوله تأذن ربك ليلة قدري وألقى الستار على ألف شهري وقال له الشعب أمرك ربي وقال له الرب أمرك أمري. معناها انت وش تدير؟ نعطيك. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تكون يولى عليكم الله. وش يقول؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى. الله تعالى مفدي زكريا قال امرك امري، اللي تديرها انت نوافق لك عليها انا. فهمت المساله متواجد؟ وبالتالي هنا توظيف الالفاظ الدينيه تلاحظوا بانها تشبه لصوره القدر. صح، فهمت المساله؟ وبالتالي هذا التناص مع صوره القدر. وبالتالي اذا النزعه الدينيه، استاذ حاب نسقسيك سؤال، هل يمكن ان النزعه الدينيه تعود مع التناص؟ هذه حاجه، هذه لازم تكون، لان هذه في ميدان وهذه في ميدان. استاذ حاب نسقسيك سؤال، الجدار هذا يقدر يتبنى بالباربون ويتبنترو ما يقدرش؟ بنترو وحدها والباربون وحدها، معناها الباربون وحدها والبلاط وحده والبنترو وحده، لا يمكن ان نتخلى عن هذه الثلاثه. اذا النزعه الدينيه وحدها والقيمه الدينيه وحدها والتناص وحده يجوا في فكره واحده. فهمتوا المساله متواجد؟ يجوا مع بعضهم، يمشوا مع بعضهم اون باراليل. صلوا على رسول الله. صح، اذا الان درنا حوصله ولا نزعه، فهمنا النزعه القوميه، ان الشعراء العرب دائما يحلمون بالوحده العربيه ويتحدثون عنها ويتغزلون بها. اذا القيم التي سوف نتحدث عنها اهم شيء ونعانوا منه هو القيم. اذا نوعيه القيم في الشعر السياسي واضحه، قيم سياسيه، نوعية القيم موجودة في الشعر. أستاذ حاب نسقسيك سؤال، القيمة ما فهمتش شيء، وش هي القيمة هي؟ النزعة هذه ما عرف أصلا وشني النزعة. أنا أعرف كاين وطنية دينية، بصح هي وشني؟ وش معناها كلمة نزعة؟ النزعة هي الشيء الذي يحرك الشاعر. راك معايا ماكش معايا؟ مثلا أنت تغير على القبيلة تاعك،
سموها النزعة القبلية. تغيير على الدين تاعك سموها النزعة الدينية. تغيير على الوطن تاعك سموها النزعة الوطنية. فهمت المسألة متواش؟ هذه الغيرة الشيء اللي يحركك باش تكتب. صلوا على رسول الله. صح. القيم يا جماعة، ما هي القيم التي يتحدث عنها الشاعر؟ القيمة هي الخلق. والله هي كنا شتو كيف بكري نقرأ واحد القصة نستخرج منها العبرة. قيمة كنا نقرأ هذه القصة وشيني نستخرج منها؟ استخرجت منها خلق. شنو هو الخلق؟ التضحية والبطولة. استخرجت منها خلق. شنو هو خلق؟ حب الوطن. استخرجت منها خلق. شنو هو خلق؟ إذن القيمة هي الخلق الذي نستخرجه من النص. قيمة دينية استخرجت منها خلق، وهو خلق التوبة وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الله تعالى. فهمت المسألة متواش؟ إذن هذه هي القيم باختصار شديد. إذن القيم السياسية عندنا البطولة، التضحية، حب الوطن، كره الاستعمار، حب الحرية. شعب الجزائري عمره في حياته ما حط راسه أبدا. وأنا نتحدث عن الشعر السياسي اليوم، راني إكسبري بديت نتوسع فيه. لماذا؟ لأنه مرشح رقم واحد بالنسبة للشعب العلمي. أنا مانيش حاب نقول المرشح الوحيد باش ندخلوا هنا نديروا مغامرة، لأنني كون جيت نفوت الباك ندير هذه المغامرات. كون جا خويا فوت الباك نقول له أيا أقرأ هذه. صح؟ لا لا، أنا من إحنا باش ما نديروش المغامرة. أنا المرشح رقم واحد هو الشعر السياسي باختصار. لماذا؟ لأن العام اللي فات جاء الشعر الرومانسي، مستحيل يتعود هذه السنة. تمام. صلوا على رسول الله. يا جماعة نبدأ نقرأ القصيدة تاعنا. القصيدة تاعنا بكالوريا 2011 فيها أغرب اسم موصول قادر تلقى به. هو اسم موصول ولكنه المرة الأولى والأخيرة اللي جاء فيها في الباك هو هذه. تامين. سلام على المغرب الأكبر، سلام على المغرب الأكبر وطبعه الناصع الأطهر. أحيي الأولى آزروا حربنا. شني الأولى بمعنى ماذا؟ بمعنى الذين. الأولى أسماء الموصولة عفوا، أسماء الموصولة هي الذي والتي والذان واللتان والذين واللواتي واللاتي واللائي والأولى وما ومن. هذه الأسماء الموصولة. الذي والذين واللذان هي للذكور، والتي واللتان واللواتي هي للإناث. كعدهم خلطين إناث الذكور، شو نقولوا عليهم؟ الأولى. اللائي إناث. جاءت اللائي، جاء الأولى معناها مجموعة إناث الذكور. فهمت المسألة؟ سبحان الله اللغة العربية يعني شيء رائع جدا. إذن سلام على المغرب الأكبر على طبعه الناصع الأطهر. أحيي الأولى آزروا حربنا إلى النصر في ريحها الصرصري. الذين آزروا، سيدنا إبراهيم اسمه بويو آزر عليه السلام. آزر احنا نسمو آزر اليوم، صار اسمه واحد آخر اسمه سعد. عندنا اسم سعد الآن، سعد. سعد بمعنى آزر، ساعد الشيء يعني آزره. إذن أحيي الذي يحيي الأولى آزروا حربنا، جماعة اللي ساعدونا. حبس حبس شيخ حب يقول بأن أن الدول العربية قدمت مساعدة للحرب الجزائرية والثورة الجزائرية المجيدة المقدمة. نعم، وهذا الفرق الجوهري الموجود بين القضية الجزائرية والقضية الفلسطينية ولازم نركزوا فيه. ما هو الفرق الجوهري؟ أن يعني هذو يعني الدول العربية ساعدوا الجزائر وما ساعدوش فلسطين. ما يمكنش معايا الفرق في الأفكار. مساعدة العرب الجزائر خذلان العرب لفلسطين. ونعطيكم أبيات أخرى باش نعودوا في الصورة. يقول مفتي زكريا إما تنهد بالجزائر موجع. إذا توجعت الجزائر، تألمت الجزائر، آس الشام جراحه وتوجع. خوتنا في الشام توجعوا معانا. فمين؟ إما تنهد بالجزائر موجع، آس الشام جراحه وتوجع، واهتز في أرض الكنانة خافق. شنو الخافق؟ هو الذي يخفق القلب. اهتزت أرض الكنانة هم مصر. واهتز في أرض الكنانة خافق وأقض في أرض العراق المضجع. معناها العراق طار عليهم النوم. أقض المضجع معناها المضجع هو النوم. أقض في أرض العراق المضجع وهوت مراكش. شنو مراكش؟ كون الشعب المغربي. أنا لا أتحدث هنا عن الحكومات وإنما أتحدث عن الشعب الذي آزرنا. وهوت مراكش حوله وتألمت لبنان واستعدى جديس وتبع. تبع
هم الأقوام الناس العرب حق العرب تنقسم إلى قسمين، العرب البائدة والعرب العاربة. العرب البائدة هي ما قبل سيدنا إسماعيل عليه السلام، من إسماعيل صح تبدلت هذيك العرب ولا قبائل أخرى، جديس وتبع هذه من القبائل القديمة. صلوا على رسولنا. الآن نرجع القصيدة. إذن الحوصلة اللي خرجنا بها أن العرب ساعدوا الجزائر، وهذه لازم نعود على بنا بها. سلام على المغرب الأكبر على طبعه الناصع الأطهار، أحيي الأولى آزروا حربنا إلى النصر في ريحها الصرصر. الريح الصرصر هذه وين فايت عليكم؟ يعني أن الثورة الجزائرية كانت عظيمة جدا جدا جدا، وتعتبر الثورة الجزائرية أعظم ثورة في التاريخ الحديث. علاه؟ لأن عندنا ثورات تنقسم إلى قسمين، ثورة فيها شق سياسي كما الثورة الهندية مهاتما غاندي، صع أعطيني بكف منه نزيد نعطيك زيد أعطيني بكف منه حتى تشبع كفوف تروح وحدك وحدك، زعما ثورة سلمية تم تصرفك فيها ديكوتي وتروح. ها مثلا مي قوسين خلو مي قوسين، ثورة سلمية إذا ضربك بصفعك على خدك الأيمن فصعر له خدك الأيسر، هذا من مبادئ الثورة. الثورة الفيتنامية ما فيهاش هدرة، الحرب برك جحيم الفيتنام يعني بالنسبة للأمريكيين، بالنسبة للجنرال هوشيمينا والجنرال جياب الذين الفيتنام الشمالي والجنوبي توحدوا. احنا الآن رانا نتقسموا هم وشيني توحدوا، باه يضربوا بيد من حديد. ضربوا فرنسا خرجوها بالكف، ومن بعد خرجوا الولايات المتحدة الأمريكية بالكف، ومن بعد خرجوا اليابان بالكف تحت سياسة ملء الفراغ. تعرفوها هذه أن بالصح الجزائر ثورة محكمة التخطيط ودقيقة التنفيذ، فيها شقين سياسي وعسكري وحتى شق رياضي. فريق جبهة التحرير الوطني ذكر كاين صراع، كاين جماعة المولودية يقولوا احنا وجماعة الياسمة يقولوا احنا. فريق جبهة التحرير الوطني الذي كان يمثل الجزائر في المحافل الدولية، تخيل معايا صح. وبالتالي الثورة الجزائرية شيء عظيم جدا، حتى ان شرارة الثورة كانت شيء لا يصدقه عاقل صح. وحي الأولى آزروا حربنا إلى النصر في ريحها الصرصري، وما بخلوا بالدم العربي. يعني كافحوا معانا وقفوا معانا، وما بخلوا بالدم العربي على دمنا ماذا؟ الفائر الأحمر. شوفوا الدم تاع الجزائري كيف داير، فائر من الفوران. وما بخلوا بالدم العربي على دمنا الفائر الأحمر، وكانوا ملاذا لأحرارنا وعونا على الهدف الأكبر. كانوا ملاذا، مش معنى ملاذا يا جماعة، حماية. كنا كيضيق بنا يذودون عنا ويدافعون عنا. إذا عاد صوت جزائر من القاهرة كان المجاهدين يجيبوا السلاح من تونس والمغرب، يعني وهذا أمر معروف يعني. وكانوا وكان ما جاءوا كاين يقول لك ما كانش منها هذه كاع، ما عاونوناش. وفرنسا علاه دارت خط ايشال وموريس؟ علاه دير فيهم كي عادهم مش يعاونوا فينا؟ هذاك الامر اكبر من انه يتصل. الشعوب العربيه شعوب متلاحمه، ماناش نهضروا على الحكومات، حنا رانا نهضروا على الشعوب. وكانوا ملاذا لاحرارنا وعونا على الهدف الاكبر، اليس امتزاج دمانا الغوالي. الغوالي جمع غالي، دمنا غالي ودمكم ماذا؟ غالي. أليس امتزاج أفهمين؟ أليس امتزاج دمان الغوالي شهيدا، أليس هذا دليلا على وحدة العنصر؟ أفهمين؟ نحن من عنصر واحد، نحن من أصل واحد، وبالتالي عفون لا يمكن أن يكون يعني هذا، لا يمكن أن تفرقنا الأيام وقد امتزجت دمانا منذ يعني فهمتم الكلام؟ أليست جراحاتنا الداميات؟ ما معنى جراحاتنا؟ ما الذي أستاذ حمد سقسيه، ما هي أسباب الوحدة الحربية؟ عندنا ثلاث أسباب. السبب الأول هو الدم العربي. السبب الثاني شنو هو؟ هو الجرح العربي. شنو الجرح العربي؟ استعمار يا جماعة. السبب الثالث هو الإسلام، ولكن كاين دول عربية غير مسلمة فيها مسلمين بزاف، ولكن فيها أستاذ حاب نسقسيك سؤال، هل المسلمين فقط من يدافعون عن قضيتهم؟
لا لا، هم المسيحيين يستشهدوا في فلسطين، عفاكم بيه ما أقولش بيه، هم المسيحيين يدافعوا على فلسطين أيضا، هم المسيحيين يدافعوا على لبنان بمعنى العربي عربي ما لا مسيحي ولا مسلم، فهمتوا المسألة؟ وبالتالي يقول مفتي زكريا عقيد، يقول مفتي زكريا: تلك العروبة إن تثر أعصابها وهن الزمان حيالها وتضعضع الضاد في الأجيال خلد مجدها، وعامل وحده شني ضاد، والجرح وحد في هواها المنزعة. إذن عوامل الوحدة العربية شنية؟ هي اللغة وماذا؟ الجرح، هو الجرح والاستعمار. أليس امتزاج دمان الغوالي شهيدا على وحدة العنصري؟ أليست جراحاتنا الداميات وآمالنا، شو آمالنا؟ أهدافنا وأحلامنا وآمالنا فلك المحور، أليست أمالنا متوحدة؟ وقالوا حدود فدسنا الحدود، شو معنى هذا الحدود؟ قال لك حدود، شو من حدود هذه؟ اتفاقية سايكس بيكو تعرفوها التي قسمت العالم العربي، بالقسم مثلاً. وقالوا حدود فدسنا الحدود ورحنا بأصنامها نزدري، لا لا مش قد دسناها، نستهزوا بها، احنا ما عندناش حدود، ما تعرفش بشد الحدود هذه، فهمتوا مثلا؟ ورحنا بأصنامها نزدري، متى كان بين الأشقاء سد، ويكتوه متى أصبح بين الإخوة جدار يفصل بينهم، يقام على الزور والمنكر، وشائجنا رحم وذمام تخلدها حرمة الأعصر. ما جاش قال لك لتقف السياسة خطوة الشعوب، لازم السياسة توقف وش يحوس الشعب، لتقف السياسة خطوة الشعوب لوحدة مغربنا الأكبرين، باش المغرب العربي الكبير يتوحد وش لازم ندير الشعوب؟ لازم ندير السياسة. الشعب العربي حوس يتوحد ولا مش حوس يتوحد؟ حوس يتوحد، ولكن ما هو المانع؟ السياسة. وأنا كنت قد حددتكم سابقا وش قلت لكم؟ بأن السياسة هي التي تفسد كل شيء، وقلت لكم سابقا بأن جميع شعراء الشعر السياسي ولا جميع شعراء الشعر السياسي يزدرون السياسة ويحطون من شأنها، ما يمنوش بها، يمنو بالنظام المسلح. وش قال المفدي زكريا؟ وش قال؟ قال إن السياسة أوهام مضللة، يا طالما أشغلتنا عن مرامينا، أشغلتنا ماذا؟ عن أهدافنا. السياسة أوهام، وهو يقول المفدي زكريا لتقف السياسة خطوة الشعوب لوحدة مغربنا، لتقف السياسة خطوة الشعوب. شو معنى خطوة الشعوب؟ تتوجه بما يتوجه به الشعب. هذا هو الأمر الذي كنت قد حدثكم عنه، يجمع أمر خطير جدا. بعد قال شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسبحه من حنايا الجزائر، وهذه مشهورة في إلياضة الجزائر، متفاهمين؟ إذن يجمع، إذن الحوصلة اللي خرجنا بها، الحلم اللي حوس عليه الشاعر شنو هو؟ هو وحدة العالم العربي. ما المانع؟ صح نسقسيكم سؤال، ما هي عوامل الوحدة العربية؟ تقول لي أستاذ عوامل الوحدة العربية اللغة العربية، عوامل الوحدة العربية الجرح العربي، استعمار العربي، عوامل اللغة العربية الإسلام، دين الذي يجمع العالم العربي على صعيد واحد، متفاهمين؟ صح، ولكن ما الذي يمنع من هذا التوحد؟ اختلاف السياسات. وبالتالي كنا قد تحدثنا دائما ولازلنا نتحدث ونشير إلى أنه يجب أن تقف السياسة خطوة الشعوب. صح. السؤال الأول وش يقول؟ نبدأ بالسؤال الأول. شو يقول السؤال الأول؟ يقول السؤال الأول في مطلع القصيدة: تحية لمن وجهها الشاعر. وعلاش؟ دوك هنا هو حتى وما قال لناش لما، حنا لازم نقولوا علاش ولازمنا نمثلوا. إذن الإجابة كيف نجاوبوا؟ إذن في مطلع القصيدة، لا، السؤال الأول في مطلع القصيدة: تحية لمن وجه الشاعر، وجه الشاعر إلى المغرب العربي الكبير ولا الصغير؟ شو نقصد بالمغرب العربي؟ نقصد به المغرب المروك ولا دول المغرب العربي؟ المغرب العربي نقصد به دول المغرب العربي من ليبيا إلى موريتانيا،
شنو هي المغرب العربي؟ ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا. في خلاف على الصحراء الغربية. اختلفون عن الصحراء الغربية. هناك من يقول الصحراء المغربية. المغرب واش قالت؟ قالت هذه الصحراء تاعي. والجزائر قالت لها بلي ماهيش تاع. هنا نقطة الخلاف. ولا ناخذ في هذا الأمر. فاهمين؟ أنا أخذ في هذا الأمر لأن هذا أمر حنا رانا نقراو حريفات ونروحوا. أنا ثاني ها؟ حنا خطينا لا يعني هذا الأمر لا ليس على صعيدنا ولا ينفعنا ولا يضرنا. فهمتوا؟ إن الشعب العربي والشعب المغربي شعبان شقيقان وهذا يعني أثبته ماذا؟ أثبته الثورة لما تلاحم الشعبان هذه الحقيقة. صح؟ في مطلع القصيدة تحية لمن وجهها الشاعر؟ لمن؟ كيفان جاوب؟ كيفان جاوب؟ معتز كيفان جاوب؟ الحكم والتمثيل والتمثيل الحكم شنو هو؟ اسمح لي التعليل هاو طالبوا مني هنا ولا مش طالب مني التعليل؟ طالب التعليل مش قالك لما؟ علل معناها صح؟ في مطلع القصيدة تحية لمن وجهها الشاعر؟ وجهها الشاعر لماذا؟ لشعب المغرب العربي. ويظهر ذلك في قوله أي يظهر ذلك؟ سلام على المغرب. ممتاز قول واضح وصريح. إذن نقدر نقول ويظهر ذلك في قوله الصريح الواضح. وسأسألك سؤال، هل أستطيع أن أقول ويظهر ذلك في البيت الأول؟ يمكن أن تقول ذلك ولكن كنت متعود فيها تولي صامت لك ويظهر ذلك في البيت السادس ويظهر ذلك في البيت الثامن شغل تولي تدفيس. وشكون قال لك أنت بأن المصحح عنده سوجي ولا ما عندوش؟ وليت المصحح يروح يرجع على جالك السوجي يحوز وقال فهمت؟ لأنك قادر كلمة حتى ما تعودش في البيت الأول هيا ما تعودش في البيت الأول فهمين؟ وقلنا بأن هذه التحية هذه مش جديدة. يا أيها الشعب الأبي تحية أنت الحسام الصارم البطار وشفناها في مبدي زكريا أيضا هذا نفنبر قم وحي المدفع بمعنى التحية هذه لازم نعود عارفينها فهمين؟ سلام على المغرب صح لماذا في رأيكم؟ علاش؟ أنا قرينا القصيد وذلك للتضحيات ولا ذلك للمساعدات ولا ذلك لل الوقوف ولا الالتفاف حول القضية الجزائرية ومساعدتها وتقديم يد العون لها. إذن معتز أعطينا إجابة كاملة باش نعودوا في الصورة. في مطلع القصيدة تحية. ممتاز. ويظهر ذلك في قوله سلام على المغرب الأكبر. جيد. القول دائما نديروه بين شولتين أو بين مزدوجين وإذا ما درتوش بين مزدوجين أنا خطأ منهجي. هذا مصح ما يحسب لك لأن خطأ منهجي ولأنك أنت محترف بروفيسيونيل عم جارك طبيب سي محمد عم جارك أستاذ راك محامي راك عفسة كبيرة أنت ما كنتش عارف دير مزدوجين يعني كارثة. صح نواصل. وذلك لاحتضان المغرب العربي للثورة الجزائرية والتفافها والتفافهم حولها ومساعدتهم وغير ذلك. صح السؤال اللي بعده وحدة مش من نزعة فكرنا كلمة وحدة ممتاز نزعة قومية وهذا ما نبحث عنه. وحدة المغرب العربي واقع وضرورة في نظر الشاعر. واقع وضرورة علاش واقع وضرورة؟ بما علل الشاعر ذلك علاش واقع وضرورة؟ تفضل. لأن الوحدة العربية تشتمل على وحدة العنصر جيد اسمح لي بالعقل باش نسمع الناس اللي ما مش يسمعوا روح. وحدة المغرب العربي واقع وضرورة وذلك لأن العرب تجمعهم وحدة العنصر ووحدة الدم زيدوا وحدة الدين زيدوا وحدة المعاناة زيدوا ووحدة الإقليم. ممتاز هاو جانا التصور درك علاش لازم العالم العربي يتوحد علاش لازم تتعايش مع يورانا وطن واحد وجرح واحد ولغة واحدة ودين واحد. إذن الأسباب الأربعة وطن واحد يعني إقليم واحد لغة واحدة دين واحد وجرح واحد. وشنو هو الجرح؟ ممتاز. إذن الإجابة النموذجية كيفاش تكون؟ وحدة المغرب العربي واقع وضرورة في نظر الشاعر رحين نجاوبوا أكيد على شكل رؤوس أقلام في نظر الشارع وذلك ما ها؟ وش قلنا؟ وحدة العنصر والأصل العربي وحدة
الإقليم، وحدة اللغة، وحدة الجرح، ووحدة الدين. هذه الأشياء الأربعة أو الخمسة. سؤالي بعد وش يقول؟ ماذا يشترط الشاعر لتحقيق هذه الوحدة؟ كاين شرط أكيد، كاين حاجة. شنو هي؟ شنو الحاجة اللي لازم نديروها باش تحقق هذه الوحدة؟ ممتاز، أن تقف السياسة خطوة شوية. بصح هنا واش راك درت لي سي خير الدين؟ هنا راك عاود قلت لي واش راه مكتوب في النص، عبر لي عليه. أستاذ حمزة خصك سؤال دوختني. هنا قلنا نجاوبوا على شكر وسقلام، لا عليك معليش. هذا السؤال، ماذا يشترط الشاعر لتحقيق هذه الوحدة؟ يلا واش قلتوا لي؟ ها؟ يشترط الشاعر لتحقيق هذه الوحدة وشني؟ مرافقة السياسة، مرافقة السياسة لي أحلام وتطلعات الشعوب ال شنو شعوب؟ العربي. جيد. إذا يشترط الشاعر، اسمحوا لي، هل هذه إجابة كاملة؟ يشترط الشاعر أن تقف السياسة موقفا يعني توحد من خلاله الشعوب؟ هل هذه إجابة كاملة؟ جيد. كيفاش نعلم؟ علاش؟ التمثيل هذا ويظهر ذلك في قوله أين يظهر؟ لتقفو السياسة خطوة الشعوب. ممتاز. وين ظهر؟ في البيت الأخير. صح ممتاز جيد. ها السؤال بعد، كيفاش علاش؟ قولوا لي علاش، لماذا؟ هو قال ثانية أليس الجراحات من دامية وأمانة. ممتاز. وذلك لأن العالم العربي يفكر بشكل واحد، لهم نفس الأحلام نفس الآلام ونفس التطلعات. جيد. إذا الإجابة نجملوها الآن. أي خير الدين روح حاول إجابة نموذجية. يشترط الشاعر لتحقيق هذه الوحدة يعني تنظر السياسة وتقف في تطلعات الشعب العربي. جيد. إذا يشترط الشاعر في هذه في يشترط الشاعر لتحقيق هذه الوحدة أن تقف السياسة موقفا يشرف الشعوب ويحقق أحلامها. ويظهر ذلك في قوله لتقف السياسة خطوة الشعوب. هني نعود وراك باش نلحق الصوت. صح زيد. وذلك لأن لمعاناة الشعب العربي، وذلك راجع لمعاناة الشعب العربي المشتركة وأحلامهم الموحدة. جيد ممتاز. هذه إجابة كاملة وممتازة. جيد. أستاذ حاب نسقسيك، أسكو نديرها على شكل روس أقلام ونديرها على شكل فقرة كما تحب؟ اش تقدر ديرها على شكل رؤوس اقلام، تحب ديرها على شكل فقره؟ شيء جميل صح. قسم النص الى وحداته الفكريه ثم ضع الى كل وحده عنوانا. قسم النص الى وحداته الفكريه، يلا نقراه. سلام على المغرب الاكبر وعلى طبعه الناصع الاطهر، احيي الاولى ازروا حربنا الى النصر في ريحها الصرصري. تقديم تحيه الى البي ال ما كانش تحيه واحده اخرى هذه برك. اذا شوف فاش نجاوب. من البيت، من البيت واحد الى البيت، من البيت اثنين، واش قلنا؟ تقديم تحيه تقديم تحيه ولا افتخار شعب المغرب العربي عادي، ولكن تحيه واضحه جدا خاطرك ديال سلام احيي. تقديم تحيه للمغرب العربي. سؤالي بعده، ما بخلوا بالدم العربي، كانوا ملاذا، أليس امتزاج، أليس امتزاج، قالوا حدود متى. صح شكم تشوفون من البيت، ما بخلوا، كانوا ملاذا، أليس امتزاج، أليس جراحات. صح. من البيت ثلاثة أربعة خمسة ستة. من البيت ثلاثة، من البيت ثلاثة، إلى البيت ستة. افتخار بماذا؟ ولا مساعدة العرب للجزائر. صح. الافتخار كما قال زميلكم بمساعدات العرب للجزائر، والفخر بالوحدة العربية مثلا، الفخر بالوحدة، تقدر دير حتى الفخر بالوحدة العربية واحدة. صح. من بعدش بدا يحكي على الحدود، حدود فدسنا الحدود، متى كان بين الأشقاء سد لتقف السياسة. ده ذم التفرقة. من البيت السبعة إلى البيت قدام، واحد
سبعة ثمانية تسعة سبعة ثمانية تسعة عشرة البيت عشرة. إذن ذم الفرقة والدعوة إلى الوحدة العربية. هناك من يرى كاين اللي يشوف لا يقول لك لا يقول لك لا خويا أنا يا البيت الأول والثاني تقديم تحية للمغرب العربي، والبيت من ثلاثة حتى ما قبل الأخير افتخار بالدم العربي، والبيت الأخير الدعوة إلى أن تقف السياسة تقاتل. هذه فكرة أخرى صحيحة أيضا، فاهمين؟ المهم الشيء المهم هو ثلاث أفكار: تحية، افتخار بالدم العربي، ثم ذم الفرقة والدعوة إلى التوحد. تحب أنت يا الأول واثنين ما فيش نزاع الناس قاعد درك، الفكرة الزاوجة والثالثة هي اللي فيها مشكل. كاين اللي قال لك من البيت ثلاثة للبيت ما قبل الأخير كاملة تحكي عن الدم العربي والجرح العربي، والبيت الأخير تقف السياسة. كاين اللي لا قال لك من اللي تبدأ الحدود رانا نحكوا على الوحدة. خلاص متفاهمين؟ صلوا على رسول الله. سؤالي بعد هو جماعة، مفدي زكريا شاعر ملتزم، شوف هاك علمي، أنا هذه هاك علمي، مفدي زكريا شاعر ملتزم، حدد مظهرين من مظاهر الالتزام. هل المظهرين صح؟ أستاذ كيفاش نجاوب؟ هذا لازم يتكتب صبور. صح صح، مظاهر الالتزام، مظاهر الالتزام كثيرة حوالي 7 أو 8، احنا نختاروا منها السهلين. نزعة مشكل حل، ها نزعة مشكل حل. ولكن قبل ما نروح للنزعة يا جماعة كنا نبدلوا هذا السؤال بسؤال واحد آخر، حدد مظهرين ايش نقدر نقول؟ علل. شاعر مفدي زكريا ملتزم في هذا النص، علل. أنا كيف عرفت؟ فهمت المسألة؟ إذا قال لك علل والله قال لك حدد مظهرين راه نفس المشكل. المشكل أنه إذا قال لك علل لازم تجيب المظاهر، إذا قال لك جيب المظاهر راح تعلل. صح، وش قلنا؟ ما النزعة الموجودة هنا يا جماعة؟ النزعة القومية. بصح قبل ما نلحقوا لهذه نقولوا مفدي شاعر ملتزم، ومن مظاهر الالتزام ما هي؟ النزعة القومية. لازم هنا نشرحها بشوية برك، النزعة القومية من خلال حديث الشاعر عن ماذا؟ كيف نعرفوا النزعة القومية؟ من خلال حديث الشاعر عن قضايا ماذا؟ عن قضايا أمته، هل أمته العربية المتمثلة في ماذا؟ في الوحدة العربية. كانت عند القضية الفلسطينية، في القضية الفلسطينية، كانت في القضية الجزائرية، القضية الجزائرية. صافي هنا يبدأ الموضوع نتاعك هنا. إذا من خلال حديث الشاعر عن قضايا أمته العربية المتمثلة في القضية الفلسطينية، المتمثلة في الوحدة، إيش عندنا هنا؟ الوحدة العربية. صح. أستاذ حبيت ندير لأن الشاعر سخر قلمه لقضايا أمته. نفسها قضايا أمته، نفس الحكاية. ها بدأت العيون. المشكل، تصوير المشكل. ما هو المشكل؟ هل هناك مشكل هنا؟ نعم هناك مشكل هنا. نعم. نعم. الفرقة العربية والحدود الوهمية التي تفصل بين الأشقاء. في قوله به واحد ما يقول لكش منين جبتها؟ ايش هذا الخرطي هذا؟ منين جبتها؟ متى كان بين الأشقاء كما قلتوا أحسنتم سد. يعقوب قال لك فدسنا حدود، معنا موجودة الحدود. صح. إيجاد الحل متمثل في ماذا؟ ممتاز، الدعوة إلى الوحدة العربية. وين لقيناها؟ أعطني. لتقف السياسة خطوة الشعوب، هذا هو الحل، هذا هو الحل. وبالتالي المسألة وش راح تقول؟ ايش معنا؟ حددنا ثلاث مظاهر قاعد، زدنا واحد من عندنا، فهمتوا؟ قال يهودي هذا من عندنا. ونحن
هما كان تروحوا تشوفوا المظاهر جماعه كيفاش يحدوا المظاهر ولا كيفاش يعلوا يحصلوا ما يقدرش يعلل علاه يعود يعلل يعود يقول ومن خلال تسخير الشاعر قلمه لقضاء امتي يا خويا جبت هذه سهل اعطينا مظاهر واحد اخر وحصل السيد بصح كتعود دير في بالك ثلاث مع مظاهر نزعه مشكل حل يمشوا معايا طول نزعه مشكل حل نزعه قوميه ولا وطنيه ولا تحرريه المشكل الحل فاهمين صح صلوا على رسولنا صح يجمع نروحوا لفكره اخرى وهي التلخيص خير الدين البارح في الليل يسقسي فيا قال لي الشيخ كيف نلخصه هل اقول قال الشاعر وقال الكاتب وذهب الى ماذا هو ما عارفين الكويج ام مباشره نبدا نلخص لازم مباشره تبدا تلخص درك انت هو الشاعر تلاقيت مع خير الدين قلت له هذيك القصيده اللي درتها البارح فهمها لي بالدارجه وش يقول لي خير الدين يا جماعه مثلا هذا نوفمبر وقم وحي المدفع واذكر جهادك وسنين معجولي يقول لي قلت يا جماعه جا نوفمبر اي لغه المدافع تهدر هيا تحركوا هذا هو تلخيص انك تعاود بناء النص باسلوب سهل وسلس ومختصر صح نسقسيكم سؤال الضربه الاولى واش قال الشاعر في البدايه واش قال ها تقديم خطا تقولش تقديم ها واش دار صاحبك حافظ على الضمير اهم شيء تحافظ على الضمير وتحافظ على الترتيب وتحافظ على الافكار فكره الاولى واش قلنا واش قال واش قال بالدارجه بالدارجه وحي ماذا علاش علاش حي لانهم وقفوا معنا جيد جدا وحي المغرب العربي علاش لموسى هاني درت لكم ربع سنات هنا لمساندته الجزائر ايوا حق هذا واش قال هو هذه هي الفكره هذه اللي قالها والله لا اللي بعدها الفكره اللي بعد هذيك تاع سبع بيات ثمان بيات واش قال عليهم كاع بلا ما تقرا بلا ما تقرا خلاص انتهى واش قال من بعد خلاص هذه درناها مسند من بعد هاي هذيك خصال وباللي رانا شعب واحد ما بيناتناش حدود اذن اسمح لي اذن الشعب العربي شعب واحد ليس بينه حدود راكم تلاحظوا باللي راني درت فكره بصح انا مازال ما ربطتش دوك نبداو نسودوها نسودو مع بعضنا الفكره الاخيره واش قال الاخره كاع على السياسه ان تتوافق هنا ان تتوافق مع ماذا تطلعات الشعوب هيا دوك نبداو نسودو فيها نبداو نسودو فيها يلا وحي المغرب العربي لمساندته الجزائر راح نيفيتو لا ريبيتيسيون والشعب العربي فهم فنحن ماذا شعب واحد ليس بينه حدود وعلى السياسة أن تتوافق مع تطلعاتنا باش نحو كلمة شعب بمعنى احنا واش درنا كون دوكا جيت تكتب في كراس جيك في زوج سطر كون جيت تكتب في كراس زوج سطر هل هناك معيار محدد قال لازم ندير سبع سطر ثمان سطر عشر سطر لا كاينش معيار المهم انا الفكره هذه موجوده في النص مش موجوده هذه موجوده في النص مش موجوده هذه الافكار تاع النص تفضل خير الدين جيد عادي لتوحيد ماذا الامه العربيه ممتاز توحيد الامه عربية هذه افكار موجوده في النص قال الاستاذ سبع ابيات ولا سته في سطر واحد نعم مش في سطر في النص سطر حق رانا نحوسوا على الفكره احنا الابيات لان لغه الشعر مش كما لغه النثر لغه الشعر قادر سبع ابيات فيهم فكره واحده متفاهمين لغه النثر قادر سطر واحد فيه سبع افكار فهمتوا السؤال اللي بعده وش يقول بما توحي لك الالفاظ الاتيه ريحها الصرصري ملاذ وشائجنا تفضل شكون قال لك من 5 ل 10 الابيات من 5 ل 10
ما ليش لخصنا النص كومبليك ونلخصوا في بيت من 15 نخرجوا في السطر واحد. فهمت المسألة ما فهمتهاش صح. بما توحي لك الألفاظ الآتية ريحها الصرصري بما اسمح لي هنا بما توحي لك الألفاظ التالية كيفاش راح نجاوب مع بعضهم ولا كل واحد حدا ممتاز بالوحدة علاه هذا حق الدلالي ولا شنو ولا رموز لا مش حق الدلالي هذا الترميز هذا معناه كل رمز وحده بما يوحي لك إيحاءات رموز يصلحش حق الدلالي لانه كون قال لك حق الدلالي ولا مجال دلالي حاجه واحده اخرى صح حنا واش قال ديجا زميلك واش قال لك واش قالنا يعقوب قال لك ما يصلحش حق الدلالي ما يشبهوش اصلا فهمتوا ولا ما فهمتوش صح ريح الصرصر بما توحي لك ريحنا الصرصر ثوره ثوره زيدوا كي تريح الصرصر اشتعال زيد اذا ريحها الصرصر توحي بالقوه والاشتعال والثوره متامين صح ملاذا بما توحي امان زيدوا احتضان حمايه فهمت ماذا لم توش اللي بعدها وشائجنا وشائج معناها علاقاتنا ودماؤنا وشائجنا بمعنى علاقاتنا دماؤنا اخوتنا بيتنا فهمت ماذا لم توش تكرر في الابيات الثاني والثالث والرابع ضميرا حددهما على من يعود كل منهما وما دلاله الجمع بهما نفكوا سؤال بالعقل حددهما على من يعود كل منهما ما دلالة الجمع شحال عندنا سؤال ثلاثة من هما الضميران نحن واسمه الضمير هذا نحن اسمه جمع المتكلمين ما تقولش ان ها هذا ضمير له صح الضميران هذا الاول خلاص جمع متكلمين زيد ضمير الزوج جمع الغا جمع الغائبين جمع الغائبات جمع الغائبين فهمتوا صح على من يعود الاول دوك حنا راح نديروا جدول هكذا بهذه الطريقه صح الضمير عائده دلاله الجمع بينهما هذه الطريقه الضمير قلنا نحن لقيتوا رواحكم ما لقيتوش نحن على من يعود نحن على الشعب الجزاء هم على من يعود الشعوب العربية ما دلالة الجمع بينهما الوحدة العربية ممتاز سهلة بسيطة الوحدة العربية السؤال اللي بعده ما العلاقة الموجودة بين البيتين الخامس والعاشر بدون قراءة البيتين الخامس والعاشر هو يطلب منك توضيح احنا العلاقة وش قلنا عليها كاين علاقة واحدة شنو هي تكامل وترابط عندنا علاقة واحدة بك التوضيح هو اللي مشكل نقرأ بيت الخامس 1 2 3 4 5 أليس امتزاج ديمان الغوالي شهيدا على وحدة العنصر بعد البيت العاشر لتقف السياسة لتقف بدون واو قبيلنا تقفوا نحسوش لي أنا لي هذيك لأن لي هذيك صح ما العلاقة قلنا علاقة ترابط وتكامل حيث أن البيت الأخير يمثل الحل للقضاء على المشكل الموجود في البيت خمسة أليس هو مش مشكل في الحقيقة أليس امتزاج ديمان الغوالي معناه احنا رانا ممتزجين الدماء تاعنا هو على السياسة أن توحدنا يبين الهدف ولا يوجد الحل يوجد الحل للحلم المطروح في البيت خمسة بتوحد السي ممكن إذن البيت العلاقة ذكر إجابك فتكون العلاقة بين البيت الأول والأخير هي علاقة ترى جامي كينا سبب ونتيجة حذاري علاقة سبب ونتيجة علاقة شرط ومشروط علاقة زلبية ومقروط كاش منها كاش منها عندك علاقة واحدة هي علاقة ترابط و علاقة ترابط وتكامل المشكل وين وشنين بعد المشكل في التوضيح هو واش طلب مني قال لي وضح ذلك قال لك ما العلاقه ثم وضح حنا كي قلت لي العلاقه هي علاقه ترابط وتكامل جميل جيد ثم ماذا ثم قال لك وضحها ولربما هذا السؤال يستحضر شيئا في ذهني فكرني في واحد الحاجه هذا السؤال اولا نديروا له احصاء هذا السؤال طرح 3 مرات في البكالوريا علم أذكر
بكالوريا 2010 شعبة أدب فلسفة الموضوع الأول، بكالوريا 2013 شعبة أدب فلسفة الموضوع الثاني، بكالوريا 2011 شعبة العلوم التجريبية الموضوع الأول. هذا السؤال حتى في النظر، ما العلاقة بين الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة؟ علاقة ترابط وتكامل، صح ولا؟ بس المشكل هنا مشكل في التوضيح. هذا حاجة جاتني في رأسي، كاين بعض التلاميذ يغلطوا وش يقولوا، لأن النص يتسم بالوحدة العضوية. لبقكم شنو الغريب وانا لكم شنو أن هذا السؤال جامي جاء في نصه وحدة عضوية باش يبين لي بلي الوحدة العضوية ما عندهاش علاقة بهذا السؤال. كان يقول لك العلاقة بين البيت الأول والأخير هي علاقة ترابط وتكامل، وضح لأن النص يتسم بالوحدة العضوية، وهذا خطأ فادح. كاش وحدة عضوية قال هذيك حاجة واحدة أخرى، هذيك حاجة واحدة أخرى. هذا السؤال جاء في بكالوريا 2013 شعبة أدب فلسفة الموضوع أول النص القروي في قوله هل يمكن أن تقدم وتؤخر في الأبيات الخمسة الأولى؟ سؤال آخر من اللغوية على ما أتذكر، هل يمكن أن تقدم وتؤخر في الأبيات الخمسة الأولى؟ أنت وش راح تجاوب؟ تقول له لا يمكن التقديم والتأخير في الأبيات الخمسة الأولى لأن النص يتسم بالوحدة العضوية، فاهمين؟ يقول لك تقدم وتؤخر أو تحذف، بس ما يقول لكش علاقة، العلاقة مع علاقة تدل على المحدة الموضوعية وليس الوحدة العضوية، فهمتوا المسألة؟ فهمتوهاش؟ وبالتالي جامي تخلطوا لي هذه الغلطة. السؤال اللي بعده، علم كلمة رحم في بيت تاسع. توضيح قلت هاك جي وضحت وش قلت؟ قلت لي العلاقة بين البيت الأول والأخير هي علاقة ترابط وتكامل. التوضيح، وذلك لأن وحدة العالم العربي المذكورة في بيت الخمسة مرهونة بأن تطبق السياسة وأن تنفذ السياسة هذا الحلم في بيت العاشر، فهمتوا؟ هاك تا قلتها قبيل، صح؟ جميل. السؤال اللي بعده، رحم بيت العاشرة ما قبل الأخير، ما قبل اللي تقف السياسة، وشائجنا رحم. اي نعم، خبر واضح جدا، خبر لمن؟ لوشائجون، خبر مرفوع المترفع هي الضم ظاهر الاخير. بين محل اعراب ازر وحربنا بيت الثاني ويقام صله موصول لانها مسبوقه باسم موصول الاولى، وكنا قد تحدثنا عن هذا. زيد يقام بيت ثم متى كان بين الاشقاء سد يقام، يقام علم ترجع لا كان، لا كان، لا ركز، لا خبر كان، خبر كان هو قدامها بين الأشقاء. أستاذ حبيت نسقسيك سؤال، خليكم تخمون، قبل ما تخمون أعطيك واحد الحاجة. شوف، إذا كان المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة، خبر شبه جملة معناها جار ومجرور ولا مضاف إليه. كون يعود لنا مثلا المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة، وش لازم؟ مثلا تلاميذ في القسم، وش لازم؟ يجب تأخير المبتدأ. ما تقدرش تقول تلاميذ في القسم، لازم تقول في القسم تلاميذ، لازم تديرها في رأسك بأن المبتدأ يؤخر في حالة ماذا؟ إذا كان المبتدأ نكرة والخبر جار ومجرور. صح، كنروحوا كان بين الأشقاء سد اسم كان علاش؟ لأنه نكرة. بين الأشقاء شبه جملة ولا لا؟ خبر، صافي خبر هو قدامك. يقاموا، فكروا فيه، يقاموا لم ترجع، خموا فيها لم ترجع، يقاموا يا جماعة سهلة، سد يقاموا، سد يلا جملة ترجع. عندنا ثلاث جمل اللي يرجعوا برك، خبر حال صفة، جيد صفة، خبر مش خبر، لأن خبر هاو بين الأشقاء هاو متقدم، حال لازم ترجع على معرفة، وهذه راجع على نكرة، وبالتالي سد يقاموا جملة فعلية في محل رفع نعت أو رفع صفة. ممتاز ممتاز. اللي بعدها، في الشطرة الثانية من البيت الأول صورة بيانية حددها على طبعه الناصع الأطهري. بيت ثاني، لا مش بيت ثاني، بيت الأول الشطر الثاني، سلام على المغرب الأكبر على طبعه الناصع الأطهري. من أصر بينهم؟ علي ما قالكش الشطر الأول. أوكي، خطأ فادح هنايا. الشطر الأول كاين مجاز هنا يا جماعة،
سلام على المغرب، هو مش قصد المغرب وإنما قصد الشعوب العربية، عشان مجاز عقلية علاقته المكانية. ولكن هو راح لك للشق الثاني، قال لك على طبعه الناصع الأظهري. طبع ايش معناه؟ طبع الخلق تاعه. ماذا جعل للمغربي ماذا؟ خلقا. وبالتالي استعارة مكنية. جيد. وهناك من لا يرى استعارة، هناك من لا يرى استعارة هنا. كل يقول قام ورا استعارة يا جماعة، ورا استعارة يا مان، فهمني استعارة ورا. هنا مجاز، وهذه تكملة للمجاز خويا، هذه تكملة للمجاز. فهمت المسألة؟ فهمت واش؟ هنا كاين مشكل. زميلكم قال كناية. نعم كناية. كناية عن ماذا؟ عن الأخلاق العالية للشعب العربي. هناك من يرى أنها مجاز، قال هذه تكملة للمجاز. وبالتالي أعتقد أن هذا خلل كبير جدا وقع فيه، واضح هذا. التتحية التديري حية مخلطة كما هذه. وكأني بذلك الذي قال، قال له لساني صارم لا عيب فيه. جو ثلاثة من الناس لساني صارم قاطع، قال ما من هذه الصورة البيانية؟ قالوا له جماعة استعارة. الله يبارك ما شاء الله. لا قال لهم، قال له لساني صارم، صارم على وزن فاعل، إذن هي يقطع. ولكن تصلح كناية، هو قال كناية على كناية عن الشدة والقطع، ولكن تصلح تشبيه بليغ، لأن الصارم هو السيف. هذه تشبيه سهلة، لأن لساني كالصارم، الصارم هو السيف. وبالتالي هذا النوع من الصور البيانية هو هذا فضفاض يعني تعود من الطيح ستوندار. وين تقول يقول لك غال استعارة مكنية. إذا كان مصحح أساتذة المحترفين الله يسترهم إن شاء الله، أساتذة المحترفين يعرفون هذا الأمر، القادرين تاع الصحة عارفين الحكاية. وبالتالي في الشق الأول قلنا مجاز، الشق الثاني استعارة، متفهمين هو علاه قال لك الشق الثاني لأنك استعارة. وأذكروا أيضا بكالوريا 2008 قال لك في البيت الثالث صورة بيانية، وش قالوا؟ والماء حولك فضة رقراقة والشمس فوقك عزجاد يتضرم. صورة بيانية منا وصورة بيانية منا. المشكلة هم حسبوا الأولى برك جماعة، اللي راحت الشمس عزجاد، العزجاد هو الذهب، الشمس عزجاد أو باين تشبيه، عزجاد هو الذهب كأنها ذهب يتلألأ، واضح جدا تشبيه. فتقول لي تيمش. وبالتالي هذه بعض الأخطاء التي كانت تقع فيها بكالوريا سابقا، هذه قديمة شوية. فهمت المسألة؟ إذا كنا نكون هنا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة. المهم الشيء اللي حوصلناه، الشيء اللي حوصلناه بلاغتها قلنا تشخيص المغرب العربي في صورة إنسان، تشخيص من خلال الحديث عن الطبع والأخلاق، ماهيش تجسيد هذه تشخيص، ثم لبيان الأخلاق كما قلت هذه فكرة مهمة، إضافة إلى الإيجاز والاختصار، هذه مهمة جدا في الاستعارة. متفهمين؟ صلوا على رسول الله. إذن أتمنى لكم التوفيق، نلتقي مجددا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.